جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، أريد أن أحرم من عند القبر. ما يريد أن يحرم من ذي الحليفة من الميقات، يريد أن يحرم من عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له مالك: لا تفعل، فإني أخاف عليك الفتنة. فقال الرجل بقصر نظره: وأي فتنة، وإنما هي خطوات أزيدها في سبيل الله. كيف تخاف علي الفتنة؟ أنا أزيد في سبيل الله. فقال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحرم من بيته، أحرم من ذو الحليفة.